الطيران من شفشاون إلى العاصمة الرباط يفترض أن لا يتجاوز ساعة إلا ربع أو ربما حتى أقل من ذلك بحسب الظروف اللوجستيكية التي سوف يوفرها الطيران المغربي في تنسيق مع الدرك الملكي الذي سوف ينقله بطائرة مروحية خاصة، على أن تكون أيضا هناك سيارة إسعاف لدى الوصول إلى الرباط تنتظره من أجل ولوج المستشفى. هذه المرحلة مهمة جدا، يعني من إخراجه من الحفرة إلى غاية الوصول به إلى المستشفى هي حاسمة ومهمة جدا، وهي سوف تنعكس على المؤشرات الحيوية لجسده ولصحته. والطاقم الطبي هو واعي طبعا بأهمية وخطورة وحساسية هذه المرحلة من أجل إنقاذه فيما بعد. مرحلة مهمة وصعبة وخطيرة، لكن ما نحن فيه وبصدده الآن واليوم لا يقل لا صعوبة ولا خطورة، لذلك الدعوات من كل مكان ترتفع لأطفال الغيان كما ذكرت من كل مكان، يعني وهذا أيضا الأمر الذي كان لافت والذي نتحدث عنه منذ أكثر من يوم، إن كان على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع يعني يترقب لحظة إخراج الطفل ريان، الجميع يعني مهتم بهذه القضية. تحولت يعني السياسة إلى عنوان ثاني في المغرب في الأيام الماضية، والعنوان العريض هو هذه القصة الإنسانية التي يتابعها الجميع. ربما حتى أكثر من هذا، ذكرت أن قضية ريان هي اليوم القضية رقم واحد في المغرب، الناس ينامون ويستيقظون على قضية ريان، لا حديث في الشارع المغربي في الفضاءات العمومية ولا حتى داخل المنازل إلا عن هذه القضية ومتابعتها عبر التلفزيونات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن قضية ريان من خلال التتبع اليومي لإنتاج المادة الإخبارية والتتبع الجماهيري للمواد الإعلامية هي القضية رقم واحد في المنطقة ككل، على الأقل نتحدث عن المنطقة العربية وعن المحيط الإقليمي للمغرب وحتى في دول أخرى أجنبية. اليوم هنالك أمم إفريقيا ومباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال، لا تحظى بالأهمية التي تحظى بها قضية ريان، بل هناك هاشتاغ أنقذوا ريان اليوم هو أكثر تداولا لدى الجمهور المغربي من نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا، ونعرف كرة قدم نعم، لكن لأنه مصر تلعب النهائي، ونعرف أنه كرة القدم الأكثر شعبية. هناك اليوم افتتاح القمة الإفريقية في أديس أبيبا في إثيوبيا، وهي مادة اليوم تكاد تكون ثانوية في الإعلام ما بعد قضية ريان. هناك الأزمة في أوروبا ما بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والتحرك الألماني وغيرها من القضايا والملفات التي لا تحظى بنفس الاهتمام سواء الإعلامي أو أيضا الجماهيري. اليوم كل مادة كل خبر كل فيديو عن الطفل ريان يحظى ويلقى صدى قوي جدا وتتبع مهم جدا.